لكم نقل الأخبار من إذاعة صوت اليونان. في ظل مواجهة الانتهاكات المتزايدة من جانب أنقرة في المنطقة الأوسط، تخطط أثينا لسلسلة من الوزارات الرامية إلى عزل تركيا على الساحة الدولية والسعي لإلغاء اتفاقية الحدود البحرية التركية الليبية لتحدى السيادة اليونانية. ونشرت وسائل الإعلام لما توقع أن يؤكد رئيس الوزراء كرياكوس متسوتاكيس الموقف النهائي بشأن الاتفاقية والانتهاكات التركية في شرق البحر المتوسط في قمة قارة الاتحاد الأوروبي هذا الأسبوع. تدفع اليونان إلى أن تتضمن استنتاجات القمة إشارة إلى الإجراءات التركية من الخطوة الثانية لأثينا لتقديم شكوى رسمية بشأن الصفقة التركية الليبية للمتحدة، حيث أرسلت أنقرة مذكرة تفاهم للمتحدة يوم السبت. وأدانت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وروسيا ومصر تكتيكات تركيا بالفعل، وتحرص أثينا على بناء دعم دولي لقضيتها. الوقت نفسه أن مستقبل العلاقات مع اليد التركية غير واضح، كما اقترحت محادثات متسوتاكيس مع الرئيس أردوغان على هامش قمة حلف الناتو في لندن الأسبوع الماضي. وأخبر متسوتاكيس أردوغان أن صفقة تركيا مع ليبيا كانت انتهاكا فادحا لحقوق اليونان، وأنه لا هو ولا الاتحاد الأوروبي يقبل على بذلك. والمرجع يتم التركيز على طرف نوايا أنقرة في موعد الجواز يناير، عندما من المقرر أن تبدأ سفينة الأبحاث تحمل العلم الفرنسي التنقيب بين جنوب غرب كريت وشرق رودوس. وهناك مخاوف في أثينا احتمال تدخل أنقرة عن طريق إرسال سفينة أبحاث من شرق جزيرة كريت أو جنوب رودوس أو كاستلاريزو، وهي خطوة بشأنها تنازع بشكل مباشر الحقوق السيادية المالية وجرفها القاري.